المعجون العثماني في احد شوارع. هو في ايه يا عم؟ امباد محاره؟ لا مش قد كده. لا خد بالك انا خبير سوشي. لا كاتشب؟ لا اوكي مش كاتشب. هي يو، عصير وزبادي رمضان وحلاوه تركي والسحور سوشي بلبن. عامل عصير وزبادي لزوم رمضان، فيلا بينا نشوف الحوار ده. بس ما عايزين نجرب العصاير كلهم. يلا بينا نبدا بالصوبيا. ما كترش ما كترش ما كترش. صوبيا صوبيا. الله، هي بالقشطه. طيب انا ما ذوق ولا نيله وحاسس بطعم القشطه، فهي تقريبا حاطين في قشطه مفتكسين فيها. لا مش قد كده. انا في العادي ما بحبش الصوبيا بصراحه. هنشوف غيره. اللي بعده اللي بعده. فراوله. ما تكترش ما تكترش. تقيله قوي. عندكم ايه تاني غير الصوبيا والفراوله؟ نظبط الضغط. نظبط الضغط كانت كده طبعا. ما تكترش ما تكترش. هو عادت لي شويه، لو عجبني يجيب لي تاني. يا قوي، عارف انت العنب بحيث ان انت جاي من باب الشعريه. خلاص يا عم، ده انت عناب جدا. لا ادوق التمر. عندكم تمر؟ احب ادوق التمر قوي. اعرف المكان من التمر بتاعه. اقول لك لو سمحت. ايه مش هندي؟ هو ده مش خروب؟ بقول لك ايه، هو ده مش خروب؟ خلاص ادوق الخروب. حلو قوي الخروب. بقول لك ايه، ممكن شويه خروب تاني ادوق بس عشان مش متاكد ان هو خروب ولا لا. ما تكترش ما تكترش. خروب خروب. عندكم عصاير تاني على كده؟ دوم؟ الدوم بقى يا سلام. خد بالك انا خبره 11 سنه بشرب دوم، يعني اعرفه. ما تكترش ما تكترش. مركز قوي. ما عندكوش حاجه تاني بقى كده خلاص ولا؟ سبع انواع عصير. طب انا عندي سؤال، هو ده بيتشرب كده ولا باخده ازوده؟ لا ده بيترب الاول وبعد كده بيتسوى. او انتوا مركزينه قوي ليه كده؟ عشان حاجه طبيعيه وفريش. خلاص عبهم لي في شنطه، انا بقى ابقى ازودهم في الفيتش. او الزبادي عندنا؟ عندكم زبادي؟ نودي في الزبادي. الله الله الله. ندوقه من غير سكر وندوقه ايه؟ ده بكام الزبادي ده؟ 5 جنيه؟ عندهم زبادي كمان للسعوديه. يا نهار ابيض، يلا بينا. هو في ايه يا عم؟ امباد محاره. الزبادي ده غريب جدا. هم يا جابر. مش عامل ازاي؟ ده ايه ده؟ ده قشطه. ده بالقشطه. بالله عليك مفيش معلقه سكر؟ ما تكترش ما تكترش. عندهم سكر بودره كمان. جميمي. صعبه بصراحه، لازم ادوقه للحاجه. علبتين زبادي للحاجه والنبي. تسلم ايدك يا فنان، شكرا. العصير في شنطه عشان ايه؟ اروح بقى ازود انا ميه واشرب. الاخبار ازيك عامل ايه؟ جاي ادوق العصاير. عاملين حبيبي يا فنان، شكرا. عاملين عصاير وزبادي، فقلت لك اشوف الحوار ده. تاكل زبادي ولا تشرب عصير؟ لا ولا اي حاجه. تتصور؟ ماشي. وفر الناس دي. صح الصح. السلام عليكم. ايه ده بيعملوا ايه؟ ايه يا فنان، صباح الفل. بحبك قوي على فكره. حبيبي والله، ربنا يخليك. بتعمل ايه؟ دي حلويات تركي. حلويات تركي ايه يا عم؟ ده كانتالوب ده؟ لا ولا عمري شفتها. يعني هو اسمه ايه؟ حلويات تركي؟ اسمها معجون عثماني. عشان كده تربوش وكده وتقلح يلحق. انت اسمك ايه؟ فهمي. شكلك فهمان. ده ايس كريم بقى؟ لا ده غير الايس كريم خالص. ده حلويات تركي. ده ساقع ولا سخن؟ عامل زي لولي بوب كده. ولا درجه حراره الغرفه؟ لولي بوب. ماشي، انا بفهم عليه. والليمونه دي مش عايز اعصر النبي، لو بتعصر مش عايز. ليه؟ ده جميل. بتعصر في ماشي اعصر. ما تكترش ما تكترش. ما تمزمزهاش. حبيبي يا فنان. المعجون العثماني في احد شوارع الكربه. انا ما اعرفش ايه ده. بيتلحس ولا بيتاكل ولا؟ لا يا عم ده ثري. ماشي والله يا عم. بيشتغل مش عارف، يعني هو ما بين المصاصة وما بين اللبان اللي بالعسل. دي الفراولة ودي مانجا. لا المانجا حلوة يا عم. الله، لا المانجا تحفة. الفراولة والنبي رش لي هنا حتة مانجا عشان المانجا حلوة قوي. لا ده برتقان مش مانجا. برتقان؟ قول والله العظيم. اسمها حلاوه تركي، سميها اسم مثلا، سميها هب هب. يعني اللي يجي يقول لي ايه، عايز واحده، عايز واحده هب هب، هيتوصلك بيها. هنعمل له خصم لو اخذ ثلاثه. الله الله الله.
عشان خاطر ايه يا اخي؟ استحلفك بالله لا تفتعل المشاكل. انا بحبك حبيبي والله، ربنا يخليك. 3 بدل 45 عشان هب هب ب 30. يا الله، يعني 10. يعني 2 وعليهم واحده هديه. قسما بالله اللي هيجي يقول لي قلت له هعمل فاهمين هعمل معاك مشكله. خلاص يا جدعان، اللي يجي يقول له هب هب 2 عليهم واحده هديه، هيجي يقول لك كيكي ميكي الفيل ده صديقي، اديني رنه بس هنيجي نفتعل المشاكل. حبيبي يا فنان، خلاص سميناها هب هب، اروح اسجلها في الشهر العقاري بكره. يلا بينا، لبسني العمه. السلام عليكم، انتوا بتعملوا ايه؟ يعني كلهم مستويين بس في فرايد وفي مش فرايد. دول الفرايد، الفرايد طبعا خلصانه على طول. ندوق بقى، عايزين ندوق. تمام. بتقف هناك برده كل يوم جنب فبص سبحان الله جنب فهمان جنب بلبن. دوقينا بقى، دوقينا ماشي. الفرايد اديني في السبايسي بس ما تكتريش. ماشي ده الترياكي. الترياكي ماشي، ما ماليش تقول على الترياكي بس اوكي. الترياكي ده لا كاتشب؟ لا اوكي مش كاتشب. لا خدي بالك، انا خبير سوشي. ايوه انا شوف ده ايه دي بينك بانسر. ده البلاك بانسر. مش عارف ازاي هو جوسي كده. البيس دي اسمها ايه؟ سبايدر نو واي هوم. هي مخليه اكيد من صوص الترياكي، هو اللي ايه عشان كده قعدت تكتر. لا انا فهمان برضه. طب عارف ولا يا صوص رهيب؟ اهلا يا فنان. حبيبي يا فنان اتفضل معانا. وايه الفرايد ده بقى؟ سبايسي ليمون. اعصرني هوبا. البيس ب 10 وعامله عروض بقى. ما فيش عروض. البيس ب 10 و 56 وال 10 ب 80، مستنياكم قدام بلبن. الستة بعشرة وال الستة بعشرة ازاي؟ أمال إيه؟ واللي في الكومنتات لو في عربية أو مكان صغير في الشارع عايزين نجرب. أشوفكم الفيديو الجاي، فهبب.